مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. نادي الوداد الرياضي يفسخ عقد 4 لاعبين من صفوف فريقه لهذا السبب. نجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش يضغط بقوة على مدرب فريق تشيلسي بسبب هذا القرار. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يزف خبرا سارا للمغربي ياسين بونو بعد تألقه المبهر في قطر رفقة الأسود. هذه حقيقة مشاركة المنتخب الوطني المغربي في كوبا أمريكا 2024. نادي أولمبيك مارسيليا يخرج بتوضيح عن حقيقة تعاقده مع الدولي المغربي سفيان بوفالا. يدرس نادي الوداد البيضاوي المغربي فسخ عقد 5 لاعبين بشكل ودي بتصريح من المدرب التونسي المهدي النفطي، حيث يحاول الوداد بيع بعض اللاعبين من أجل قيادة الصفقات الجديدة التي أبرمها مؤخرا. وأكدت المصادر أن نادي الوداد يرفض الكشف عن أسماء الخمسة لحين فسخ عقود اللاعبين بشكل رسمي بالتوافق مع كافة الأطراف، حيث يرفض الاتحاد المغربي مقتضيات الصارمة لخلو ملف الأندية من كافة النزاعات من أجل السماح لهم بدخول في الميركاتو الشتوي. ووقع نادي الوداد البيضاوي للكاميروني ديدي لاميكيل، لكنه فشل في قياده من أجل مشاركة اللاعب في الدوري المغربي ولحقه في المونديال الأندية. ويبدو أن الوداد البيضاوي يبذل جهدا كبيرا من أجل قيد لاميكي حتى يصبح متاحا للمباراة الجولة المقبلة أمام شباب السوالم. يضغط النجم المغربي حكيم زياش على مدرب تشيلسي الإنجليزي غراهام بوتر على هامش التألق الأخير في المباريات الأخيرة الماضية. وأوردت التقارير الصحفية الأجنبية أن حكيم زياش يضغط على غراهام بوتر عبر تألقه مع الفريق ونيله إعجاب الجماهير، الأمر الذي يفرض على المدرب الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات القادمة. وتابعت المصادر أن النجم المغربي يقدم عروضا قوية مع تشيلسي، وغيابه عن التشكيلة الأساسية سيضع المدرب أمام مسألة الجماهير، خاصة وأنه بوتر بدوره مهدد بالإقالة إن استمر تخبط النادي على مستوى النتائج. ونجح حكيم زياش في التألق بالمباراة الماضية أمام كريستال بالاس متمكنا من صناعة هدف الانتصار، إلى جانب أدائه القوي الذي مكنه من الحصول على أعلى تنقيط خلال المباراة. سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الضوء على المرشحين للظفر بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم سنة 2022، ضمنهم الدولي المغربي ياسين بونو حامي عرين أسود الأطلس ونادي إشبيليا الإسباني. وكان الجهاز الواسي على الكرة العالمية قد كشف عن القائمة تضم 5 حراس مرمى مرشحين للتتويج بهذه الجائزة نتيجة تألقهم خلال السنة الماضية، وتعتبر حظوظ بونو كبيرة في ظفر بهذه الجائزة رغم المنافسات الشرسة. وقال الفيفا في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء الماضي، سيتم الإعلان عن الفائز في الحفل الأوائل عام 2023، علما أن إدواردو ميندي حارس تشيلسي الإنجليزي ومنتخب السنغال فاز بالجائزة العام الماضي. وأضاف الأرجنتيني إيماليانو مارتينيز والمغربي ياسين بونو مدرجين في القائمة القصيرة التي تضم أيضا تيبو كورتوا البلجيكي الذي ساعد بطولات ريال مدريد على الفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتابع حساب الفيفا قائلا: بونو أحد أبطال مسيرة المغرب الرائدة إلى النصف النهائي كأس العالم في قطر، حيث حافظ على نظافة شباكه وأنقذ ركلتي ترجيح في دور 16 بفوزه بضربة ترجيحية على المنتخب الإسباني. حيث وصل الفيفا قائلا: جاء ذلك في أعقاب حبل مثير للإعجاب مع فريقه إشبيليا، حيث حصل على جائزة زامورا في الدور الدرجة الأولى الإسباني لأقل عدد من الأهداف التي تلقاها بشباكه في كل مباراة، 24 فقط في 31 مباراة. وأوضح: هل تعلم، بالإضافة إلى كونه أول حارس مرمى إشبيليا يفوز بجائزة زامورا، فقد أنهى بونو الموسم الماضي أيضا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني. وأضمت اللائحة كل من المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيليا الإسباني والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني
البرازيلي إيدرسون موريش حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني إيماليانو مارتينيز حارس أسطون فيلا الإنجليزي، والبرازيلي ألسينو بيكر حارس ليفربول الإنجليزي. على خلفية الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم الأخيرة، تلقى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم عرضا من أجل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 والتي ستقام العام المقبل، واستنادا لما نقلته التقارير المتطابقة من المصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد تلقى المنتخب المغربي عرضا من الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم من أجل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 خلال الفترة المقبلة. ويختار الاتحاد أمريكا الجنوبي لكرة القدم منتخب خارج القارة من أجل المشاركة في كوبا أمريكا خلال كل نسخة مختلفة. أوضح مسؤول أولمبيك مارسيليا اسم اللاعب المغربي سفيان بوفال لتعويض زميله في المنتخب الوطني المغربي أمين حريتة الذي تعرض لإصابة خطيرة شهر نوفمبر الماضي، غيابته عن كأس العالم الأخيرة بقطر وكذلك المباريات فريقه خلال ما تبقى من الموسم الرياضي الحالي. وكشفت جريدة ليكيب الفرنسية أن اسم بوفال هو الآخر من الأسماء المطروحة لإمكانية تعويض أمين حريتة في النادي الفرنسي، خاصة أن ناديه أنجيه يرغب في الاستفادة المادية من صفقته حسب ما صرح به رئيس فريق أنجيه. وألمح نادي أولمبيك مارسيليا استقدام سفيان بوفال لفريقه لتعويض حريتة حينما أكد في تصريح سابق بإعجاب إمكانيات الدولي المغربي الذي اعتبر من بين أبرز المهاجمين في الدوري الفرنسي وأبرز ممن تألقوا في مباريات كأس العالم الأخيرة للاعبين المنتدبين للدوري الفرنسي. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.